اكتب العدد 14897 بالصورة الممتدة. دعوني أعيد كتابة العدد وأقوم بتلوينه. في البداية سأقوم بتحليل العدد. لدي إذن 14000، ليس علي أن أكتبه هو حسنا، دعوني أقوم بكتابته بخط أكبر. إذن 14897. سبق أن استخدمت الأزرق، سأضع السبعة هنا بالأصفر. دعوني نفكر الآن في منزلة كل عدد. على اليمين لدينا سبعة في منزلة الآحاد، في منزلة الآحاد، وتسعة في منزلة العشرات. إذن تسعة في منزلة العشرات، وهذا يمثل تسع عشرات، وسنلاحظ هذا خلال ثانية. هذا يمثل هنا سبعة آحاد. هذه الثمانية في منزلة المئات، فهي في منزلة المئات، والأربعة في منزلة الآلاف، أي أنها تمثل أربعة آلاف، ومن ثم واحد في منزلة العشرة آلاف، فهي في منزلة العشرة آلاف. وكما ترى في كل مرة ننتقل فيها إلى اليسار فإننا ننتقل إلى منزلة جديدة مضروبة عن سابقتها بعشرة، منزلة الآحاد، منزلة العشرات، المئات والآلاف، ثم العشرة آلاف. دعونا نفكر الآن فيما يعنيه هذا. إذا كان هذا الواحد في منزلة العشرة آلاف، فهذا يعني، ودعوني أفعل هذا حرفيا، يمثل، أريد أن أفعل ذلك بطريقة بحيث لا تختلط الأسهم. سأبدأ من هذا الطرف، سأبدأ مع السبعة وهي تمثل سبع آحاد. إذن سبع آحاد، أو طريقة أخرى للتفكير بهذا يمكن أن تقول أنها تمثل سبعة ضرب واحد. جميع هذه الطرق متعادلة وتمثل سبعة أحد. لنفكر الآن في تسعة، هذا سبب بدء من السبعة حتى لا تتقاطع الأسهم. إذن إنها تسع عشرات، ويمكنك بالفعل تخيل تسع عشرات، أي أنها تملك عشرة زائد عشرة زائد عشرة حتى تسع مرات. هذا ما تمثله التسع عشرات. إذن هي تسع عشرات، أو أنها تساوي تسعة ضرب عشرة، أو تسعون بأي طريقة تريد. دعوني أكتب تلك الطرق المختلفة لنفكر بها، فهذه التمثيلات كلها متشابهة، تسع عشرات أو تسعة ضرب عشرة أو تسعون. نأتي الآن إلى ثمانية، تمثل وكما نرى فإنها في منزلة المئات، إذن فهي تمثل ثمانية مئات، أو يمكننا تمثيلها على أنها ثمانية ضرب مئة، هذه مئة وليست ألف، ثمانية ضرب مئة أو ثمانمائة. إذن الثمانية هي ثمانة مئات أو ثمانمائة. الآن لدينا الأربعة، وأعتقد أنكم فهمتم الفكرة، هي تمثل منزلة الآلاف، بالتالي هي أربعة آلاف، نفس الشيء، وتساوي أربعة ضرب ألف أو أربعة آلاف، حيث أربعة آلاف هي نفسها أربعة آلاف. نضيفها، وأخيرا لدينا واحد ومنزلته هي العشرة آلاف، أي أنها تمثل واحد العشرة آلاف. يمكن تخيلها كأوراق اللعب هنا، حيث تمثل ورقة زرقاء مع أوراق اللعب، والورقة الزرقاء الأخرى تمثل عشرة آلاف. لا أعلم إذا كان هذا سيساعدك أم لا. وواحد عشرة آلاف هي نفسها واحد ضرب ألف
عفوا 10,000 أي تساوي 10,000. إذا يمكن كتابة العدد بالصورة الممتدة على النحو مجموع الأعداد المكونة للعدد الأصلي 14,897، أو يمكن كتابته من خلال جمع الأعداد. دعوني أقوم بذلك. في الأعلى لدينا 7 ضرب 1 يساوي 7، حيث أن 14,897 تساوي 10,000 زائد 4,000 زائد 800 زائد 90 زائد 7. إذن يمكن اعتبار هذا الشكل الممتد، ويمكنك استخدام هذا النموذج، أو يمكنك القول أن هذا نفس هذا. 1 ضرب 10,000 زائد 4 ضرب 1,000 زائد 8 ضرب 100 زائد 9 ضرب 10 زائد 7. سأسحب هذا إلى اليمين قليلا. إذن 7 ضرب 1، وأي واحدة من هذه يمكن اعتبارها الصورة الممتدة للعدد.